هذه المواجهة ما بين الفريقين نادي الكويت باللباس الأبيض على يسار الشاشة في هذا اللقاء في هذه المقابلة فليمكن لصالح نادي الساحل. نادي الساحل علي عتيج كظهير أيسر، ناصر البلوشي كظهير أيمن، في منتصف الميدان علي عبد المحسن أو علي محسن، مهدي بن حرب اللاعب التونسي، كرة تلعب إلى فراس، فراس يحاول، فراس يترقب الآن، فراس يا الله، جول، فراس يرفع النتيجة ويرفع رصيده الشخصي فراس للهدف الأول للعميد الكويتاوي في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، الخمس يعني في الدقيقة الخامسة لفعاليات وأحداث الشوط المباراة الأول لفراس الخطيب. لاحظ الإعادة بالعرض البطيء، فراس الخطيب الذي يسجل يضع نادي الكويت في المقدمة في هذه اللحظات وفي هذه الفرصة يضع نادي الكويت في المقدمة في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول لصالح العميد الكويتاوي. في الساحل أبناء المنطقة العاشرة هل يستطيع تحقيق النتائج الإيجابية خصوصا بعد اللقاءات الخمس التي جاءت ما بين الفريقين؟ يا سلام على فادي العنزي بمهارة عالية بمهارات فردية عالية لهذا اللاعب المميز فادي العنزي، واحد من الركائز المهمة وواحد من المبدعين. مقبل يكمل عمره إلى الخامس والثلاثين، فراس الخطيب الذي يعرف إمكانيات نادي الساحل كون لعب للعديد من الأندية في بطولة الدوري، لعب لنادي النصر الكويتي في عام 2002 ثم انتقل إلى العربي، لعب للكرام السوري من يعني الفرص هل تستغل الآن؟ ولكن تعتلي العارضة إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى عن طريق اللاعب التونسي وعلي الكندري وحسين حاكم وعبد الهادي خميس بداعي الإصابة. نادي الساحل ب16 نقطة في المركز الثالث عشر كما ذكرت مطلع هذا الشوط. المواجهة ما بين الفريقين ما بين نادي الكويت والساحل، هنا محاولة ولكن لبعى إلى خارج أرضية الملعب من أحمد حزام اللاعب الشاب المهاجم الخطير الشاب أحمد حزام، كاد أن يسجل الهدف الثاني لنادي الكويت. أحمد حزام هذه المواجهة، عبد المحسن العجمي ل14 هدف كأضعف خط هجوم في هذه البطولة. إمكانيات تختلف أي نعم، نحترم كل الإمكانيات سواء كانت عالية أو متوسطة، ليس من تقليل شأن اللاعب نادي الساحل. 7 أندية أو 8 أندية أو 9 أندية يعني في المراكز الهبوط، والخوف من شبح الهبوط والبقاء في ذيل الترتيب في بطولة دوري فيفا يعني هو الهدف وهو التارجت المهم. كرة القدم مع نادي الكويت اللي حقيقة يقدم إنجازات وألقاب مع إدارة نادي الكويت لرئيس النادي عبد العزيز المرزوق ولنائب رئيس النادي السيد، مثلوا نادي الساحل واحد من الأندية في منطقة أبو حليفة. هنا التسديدة ولكن إلى خارج أرض الملعب، يحاول نادي الساحل بلاعبيه الشباب مع المحترف الواضح مهدي بن حرب سابقا. كرة اللعب سامي الصانع الظهير الأيمن يكسب خطأ في هذه اللحظات،
قاعد اقول لانتهاء الوقت الاصلي من هذا اللقاء. حكم السيد علي محمود رياده مميزه هنا التسديده ولكن الى خارج ارضيه الملعب. تسديده قويه من محمد العازمي واحد من الاسماء والمهاجمين الخطيرين في تشكيله نادي الساحل. كادر يباخت مصعب الكندري كاد ان يسجل هدف التعادل في اخر دقيقه على التنفيذ الان محاوله الى فرحان سعد مقطوعه انطلاق الان الى طلال جازع. طلال يحاول ويكسب خطا والبطاقه الصفراء على اللاعب علي محسن. بطاقه صفراء على تنفيذ الخطا نادي الكويت. هنا التسديده وبرافو على نواف المنصور. هنا يعلن الحكم السيد علي محمود عن نهايه الشوط الاول بتقدم نادي الكويت بهدف مقابل لا شيء باقدام فراس الخطيب في الدقيقه الخامسه من هذا الشوط. القاكم بحول الله تعالى في بداية الشوط الثاني من لقاء نادي الكويت والساحل في هذه الجولة الـ20. نادي الساحل الآن على يسار السادة المشاهدين نادي الكويت بالباس الأبيض على يمين الشاشة في راس إلى فهد. فهد العنزي الآن يحاول يا الله وتعود والتسديدة ولكن الإبعاد من نواف المنصور. يا سلام على هذه التسديدة لأيضا هذه الفرصة. لاحظ الإعادة في أولى الفرص الخطيرة في مطلع هذا الشوط شوط المباراة الثاني. بالدقيقة الأولى في فهد العنزي يتقدم ويسدد التسديدة تصطدم بالقائم الأيسر لمرمى الحارس نواف المنصور. هذه التسديدة كاد أن يصطاد الزاوية اليسرى في الساعة 5:45 في ملعب مبارك العيار. كرة اللعب توصل إلى سامي الصانع. سامي يحاول يترقب الآن يحاول المرور ولكن الحكم القريب لكل الأحداث من دفاع نادي الساحل عبد الله مبارك. كرة اللعب تعود إلى طلال جازع. طلال إلى الأمام إلى فهد العنزي. فهد يحاول يترقب الآن محاولة يا الله يا على هذه التسديدة بجانب القائم الأيمن ضاع الهدف المحقق على فراس. لاحظ اختراقات وانطلاقات ومهارات فهد العنزي وعرضيات فهد العنزي. قدم فراس الخطيب الى خارج ارضية الملعب كاد ان يصطاد الهدف الثاني لنادي الكويت في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني. كاد ان يكرر احد نجوم ولاعبي نادي الكويت مدرب النادي. هنا طلال جازع محاولة من طلال التقدم الان لازالت المحاولة قائمة الى رحيلي عادل تعود مجددا الى يوسف الخبيزي محاولة يا الله يا الله على هذه التسديدة تصطدم بالعارضة. كاد ان يكون هدف الثاني. هنا محاولة ولكن الحكم القريب لكل الاحداث ويبدو في اصابة للاعب احمد حزام. العرقلة الواضحة من احمد من بابا كور انديور على التسديدة التي والله جرحت العارضة
جرحت العارضة في النقطة الرابعة والأربعين، العربي في النقطة السادسة والثلاثين. هنا المتابعة، هنا الترقب الآن، يا الله، الكرة إلى خارج أرضية الملعب بعد تقدم مميز وممتاز لفالح العجمي. لاحظ الإعادة، تقدم انطلاقات سريعة في الجهة اليسرى من البديل فالح العجمي الذي جاء بديلا لمحمد العازمي. الكرة التي جاءت بجانب القائم الأيمن لمرمى الحارس مصعب، مدرب محمد عبد الله بأحمد حزام وفرس الخطيب. محمد عبد الله، هنا المتابعة، هنا الترقب الآن، تسديدة قوية، لم يحسن الاستقبال فهد العنزي. لاحظ الإعادة، تابعوا بالعرض البطيء لانطلاقاته وعرضياته عادل الرحيلي إلى تسديدات سمو الأمير عندما كان لاعبا. عموما نبقى هنا، محاولة ولكن نواف المنصور، ويبدو في إصابة إلى سامي الصانع. لاحظ التقدم، لاحظ الدخول القوي، انسجام، البعد عن المشاكل وعن أيضا الاستراحات، لأن ما يدمر الرياضة سواء على المستوى الأندية أو على المستوى المنتخب، ما يدمر الرياضة هي الصراعات. وإذا ما كان لاعبين الشباب ومن إنتاجات نادي الكويت ومن أبناء نادي الكويت. هنا المحاولة إلى سامي الصانع، تسديدة ولكن بجانب القائم الأيسر. نادي الكويت الذي يضيع العديد من الأهداف الخطيرة والهجمات المتتالية والمتلاحقة لسامي الصانع في هذه الفرصة. معادلة واضحة، هنا المتابعة ولكن بجانب القائم الأيسر، وسريان واستمرار لضياع الفرص والأهداف لنادي الكويت من فراس الخطيب. معادلة كرة القدم تستمر في إهدار الأهداف، احذر أن تقبل الأهداف. لن في تدعيم صفوفه باللاعبين، هنا المتابعة ولكن إلى خارج أرض الملعب. الإبعاد من فهد الهاجري لاعب منتخبنا الوطني، الإبعاد من أمامي. وخروج اللاعب عبد المحسن العجمي، عبد المحسن العجمي بداعي الإصابة يغادر، ويأتي ناصر العجمي، ويبدو في إصابة لأحمد حزام. لاحظ الإعادة، لاحظ الدخول القوي، أحمد حزام، انطلاقة، كرة اللعب ولكن في خطأ، خطأ لصالح أحمد حزام. أحمد حزام والدخول القوي من فرحان. شريدة وحسين الحربي ومشعل العنزي بتشكيلة نادي الكويت اللي يتقدم إلى الآن بهدف أحرزه اللاعب فراس الخطيب في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول. إصابة لفرحان من الكويت والعربي على تنفيذ الخطأ للبريتشي،
هنا محاولة ولكن مرت بجانب القائم الأيمن من أمام اللاعب مشعل العنزي. إلى فرحان، إلى مهدي بن حرب، محاولة والتسديدة ولكن حارس المرمى مصعب الكندري. هذا اللاعب الشاب فالح العجمي، لاحظ مهدي بن حرب، عرضية ممتازة ولكن لم يحسن الاستقبال فالح العجمي إلى حارس المرمى مصعب. هنا المتابعة إلى حسين الحربي، يا سلام حسين الحربي، مر بشكل مميز لإعادة مهاري هذا اللاعب، مهاري هذا اللاعب. نتابع اللقاء، البدل الضايع، جمال يبتعد كثيرا عن القادسية والعربي ونادي النصر. محاولة عالية للأمام وهنا يعلن الحكم السيد علي محمود عن نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز نادي الكويت بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب فراس الخطيف في الدقيقة الخامسة من شوط المباراة الأول. سعدت كثيرا بلقائكم مشاهدينا الكرام، إلى الملتقى في لقاءات القادمة بحول الله تعالى، ألقاكم بحول الله، إلى اللقاء. ترى إذن الكويت إلى النقطة 44 بعد فوز غير مقنع بهدف